هنبدأ في الأول المحاسبة عن التصفية في شركات المساهمة، وهنتناول في هذا الجزء المفهوم بتاع التصفية وأسبابها، خطوات المحاسبة في تصفية الشركة، المعالجة المحاسبية لتصفية الشركة اللي بتشمل القيود اليومية وحسابات التصفية الثلاثة، وهيبقى في نماذج حسابات التصفية أمثلة محلولة. هنيجي في مفهوم التصفية، عندما يتعذر على الشركة المساهمة الاستمرار في ممارسة نشاطها بمجرد اتخاذ قرار الجمعية العمومية بوقف نشاط الشركة سواء اختياري أو بشكل إجباري، ففي الحالة دهيت لازم نصفي الشركة، وده معناه محاسبيا إقفال جميع أرصدة حسابات قائمة المركز المالي. أما قائمة الدخل فدي طبيعي، المصروفات والإيرادات بتغفل في نهاية كل السنة، وأصبحت الميزانية بما تحتوي من أصول وأرصدة الأصول وأرصدة الخصوم وأرصدة حقوق الملكية هي اللي بتبقى ما زالت مفتوحة، وبالتالي عند تصفية شركة مساهمة يجب إقفال هذه الحسابات. بنيجي في أسباب التصفية. أسباب التصفية ممكن ترجع سبب إلى 1، انتهاء الغرض من تكوين الشركة طبقا لعقد الشركة ومدته. يعني ممكن تكون الشركة المساهمة اللي كونت لمدة معينة 25 سنة، فال25 سنة مثلا انتهوا، ففي الحالة دي بيجب تصفية الشركة طبقا لعقد الشركة. السبب الثاني إن الشركة كانت بتحقق خسائر كبيرة، وبالتالي ووصلت هذه الخسائر إلى أكثر من نصف رأس المال الشركة، ففي الحالة دي بيصدر قرار بالتصفية، وبيبقى عن طريق الجمعية العمومية. وبعدين السبب الثالث إصدار حكم قضائي بتصفية الشركة نتيجة إن الشركة ارتكبت مخالفات مالية جسيمة، أو إن في دعاوي مرفوعة على الشركة من قبل دائني الشركة بسبب توقف الشركة عن سداد ديونها، وبالتالي بيتاخد القرار بتاع التصفية، وبتبقى بقى الإجراءات، وبيعين مصفي لتصفية هذه الشركة اللي بتنحصر مهامه في حاجتين. أول حاجة إنه بيستلم الأصول وممتلكات الشركة بموجب محاضر وقوائم جد فعلية علشان يتمكن من تحويلها إلى نقدية، يا إما بالبيع أو بالتحصيل. وبعدين تاني حاجة بيحدد التزامات الشركة سواء للغير أو المساهمين بشكل محدد ودقيق، علشان لو كان في أي خطأ في الرصيد بتاع الالتزام يجب عليه تصحيحه بقيد التسوية، ويبقى بالتالي بيحدد مبلغ الالتزام بشكل دقيق. بنيجي بعد كده في خطوات المحاسبة عن تصفية الشركة. بنلاقي الخطأ عبارة عن خطوتين زي ما قلنا. الخطوة الأولى استلام أصول الشركة وممتلكاتها عشان تمهيدا لتحويلها إلى نقدية إما بالبيع أو التحصيل. وبعدين أصول هنلاقي إن هذه الأصول بتنقسم إلى نوعين، أصول مرهونة إما بشكل كلي أو بشكل جزئي، وفي بقية الأصول أصول غير مرهونة. وبنيجي في الأصول المرهونة عادة بتبقى مرتبطة بالأصول الثابتة مثل الأراضي والمباني والآلات والمعدات، أو بأصول متداولة مثل أوراق قبض أو أوراق مالية أو مخزون بضاعة. والحكمة من إن هذه الأصول تكون مرهونة أو غير مرهونة، الحكمة من هنا بترجع إلى إن هذا الأصل سوف يتم بيعه بعد كده، فبيبقى النقدية المحصلة من بيع هذا الأصل المفروض تستخدم لسداد الالتزام الخاص به. بنيجي في حصر وجرد الالتزامات. الالتزامات عبارة عن التزامات وخصوم تجاه الغير، ودي متمثلة في خصوم طويلة الأجل وخصوم قصيرة الأجل. وبعدين في التزامات وخصوم تجاه المساهمين اللي بنعبر عنها بحقوق الملكية. فبيجي عمل المصفي إن هو بيجي بالنسبة للالتزامات والخصوم تجاه الغير، بيبقى في الحالة دهيت بيشوف هذه الالتزامات وبيقسمها إلى نوعين، إما ديون والتزامات مضمونة بأصل معين أو بأصول الشركة كل، أو يكون الالتزامات والديون غير مضمونة. في الحالة دهيت بيطلق عليها لفظ ديون عادية.
أما بالنسبة للالتزامات والخصوم قصيرة الأجل فعادة بيطلق عليها حاجة من اتنين، جزء منها بيبقى ديون ممتازة وجزء ديون عادية. وبنلاقي الديون الممتازة بتشمل الآتي: مصروفات التصفية اللي بتشمل أتعاب المصفي وكل المصروفات اللازمة والضرورية لإنهاء عملية التصفية بما فيها المصروفات القضائية زي رسوم عمل بروتوستو وأتعاب المحاماة ومرتبات المصفي والفريق بتاعه. اتنين، المبالغ المستحقة للخزانة العامة زي الضرائب أو رسوم جمركية مستحقة للدولة أيا كان مبلغها. ثلاثة، الأجور المستحقة للعاملين بالشركة بحد أقصى آخر 6 شهور. أربعة، الإيجارات المستحقة على المباني والأراضي وعلى الآلات والمعدات بحد أقصى آخر 2 مالية. وبالتالي الديون الممتازة هم 4 حاجات، 4 على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال. أما الديون العادية فهي بتشمل كل الديون قصيرة الأجل اللي هي الخصوم المتداولة زي الدائنين وأوراق الدفع، وبعدين ما زاد عن ستة شهور الأخيرة أجور مستحقة، وما زاد عن السنتين الأخيرتين من الإيجارات المستحقة. والجزء الباقي الذي لم يسدد من قيمة الديون من قيمة الدين المدمون لأصل من أصول الشركة. وآخر حاجة الديون طويلة الأجل غير المضمونة، يبقى كل ده بنقول عليه الديون. وطبعا احنا هنا بالنسبة لأولوية سداد هذه الديون، فبنيجي في الأول هنلاقي الأولوية دهيت رقم 1، بنسدد الأصل اللي هو بنسدد الدين أو الالتزام اللي بيكون مرهون بأصل معين، ده رقم 1. ثم يليه سداد الديون الممتازة، ثم يليه رقم 3 سداد الدين المرهون أو الالتزام المرهون بأصول الشركة ككل، 4 سداد الديون العادية زي ما وضحناها، وبعدين آخر حاجة إذا كان لسه في نقدية عندنا فدي بتسدد إلى حقوق الملكية اللي هم المساهمين. بنيجي في الجزء اللي بعد كده، إيه هي المقصود بحسابات الملكية أو حسابات حقوق المساهمين؟ هما 3 حسابات: رأس المال المصدر المدفوع، 2 الاحتياطيات المختلفة، 3 أرباح محتجزة أو خسائر مرحلة. بنيجي في رأس المال المدفوع، سواء كان مدفوع في أسهم عادية أو أسهم ممتازة إن وجدت. وبنلاقي كمان إن ليه مهم إن إحنا نفرق بين الأسهم العادية والأسهم الممتازة، لأن الحقوق بتاعت الأسهم العادية غير الحقوق بتاعت الأسهم الممتازة. فحقوق الأسهم العادية إنه بيبقى ليهم الحق في الحصول على ربح التصفية وبالتالي بيتحملوا خسائرها، ليهم الحق في الحصول على كل الاحتياطيات المختلفة سواء التي تم تكوينها بنص قانون الشركة أو بشكل اختياري حسب النظام الداخلي للشركة. 3 ليهم الحق في الحصول على الأرباح المحتجزة وبالتالي يتحملوا الخسائر المرحلة إن وجدت. أما الأسهم الممتازة فهي عادة في الأصل بتكون غير مجمعة الأرباح وليس لها نصيب في ربح التصفية، ولكن ممكن تتحمل بالجزء المتبقي من الخسائر المرحلة من سنوات سابقة بعد ما بيكون تم استنفاذ كل القيمة الإسمية لرأس مال الأسهم العادية. إلا أنه في بعض الحالات يذكر في القانون النظامي للشركة بعض الحقوق لحملة الأسهم الممتازة، زي إيه مثلا؟ امتياز وحق في ربح التصفية، يعني بينص في القانون النظامي للشركة اللي هو القانون الداخلي للشركة على إن كل من يحمل سهم ممتاز في حالة تصفية الشركة له الحق في ربح هذا التصفية. طبعا ده بيبقى بحسب النص المنصوص عليه في بداية التعاقد. وبعدين بيبقى كمان ممكن السهم الممتاز يكون واخد حق الأولوية في استرداد القيمة الإسمية وبالتالي لا يتحمل أي خسارة من خسائر التصفية، ويبقى طبعا ده بنص صريح. والإجراءات
يجب على المصطفى ان هو يبرزه للمسلمين علشان محدش منهم يعترض. بنيجي في الاحتياطيات المختلفة. الامر يستلزم ضرورة التفريق بين نوعين من الاحتياطيات. اولا احتياطيات تم تكوينها قبل بنص القانون قبل التوزيع على المساهمين، ودي بتشمل احتياط القانون، احتياط شراء سندات حكومية، احتياط رأسمالي، مالي، احتياط خاص، حلاوة إصدار. وهذه الاحتياطيات لما نيجي نوزعها بنوزع على كل من حملة الأسهم الممتازة وحملة الأسهم العادية بنسبة رأس المال المدفوع لكل منهم. بنيجي في النوع الثاني من الاحتياطيات اللي هي بيتم تكوينها بشكل اختياري حسب القانون النظام الداخلي للشركة، وده زيها زي ايه مثلا؟ احتياطي عام، احتياطي توسعات وتجديدات، احتياطي سداد سندات، احتياطي الطوارئ. وهذه الاحتياطيات عند توزيعها يجب توزيعها فقط على حملة الأسهم العادية دون حملة الأسهم الممتازة. بنيجي بقى في الأرباح المحتجزة والخسائر المرحلة ونشوف إزاي بنوزعها. طبعا الأرباح المحتجزة اللي هي من سنوات سابقة إذا وجدت لها رصيد فدي بتتوزع على حملة الأسهم العادية. وإذا كان بقى بدل ما يكون من السنوات السابقة أرباح محتجزة كان عندنا خسائر مرحلة، فهذه الخسائر المرحلة يجب توزيعها أولا على حملة الأسهم العادية حتى استنفاذ القيمة الإسمية للأسهم بتاعتهم، وبعد ذلك إذا تبقى جزء من الخسائر المرحلة يتم تحميلها على الأسهم الممتازة. بنيجي في المعادلة المحاسبية لتصفية الشركة، والمقصود بالمعادلة المحاسبية القيود اليومية اللازمة. فهنيجي طبعا القيود اليومية زي ما احنا عارفين طرف مدين وطرف دائن، فهنيجي نشوف القيود اليومية الخاصة بحسابات الأصول وحسابات المخصصات المرتبطة بهذه الأصول سواء كانت أصول ثابتة أو أصول متداولة، وده الكلام ده بيبقى بالقيمة الدفترية المسجلة في الحسابات. وبعدين هنيجي كمان نشوف هذه الأصول هنبيعها بالسعر السوق الحالي اللي هي القيمة العادلة برضو يجب تسجيلها. القيد الأولاني اللي هو إقفال حسابات الأصول في حساب التصفية بالقيمة الدفترية المسجلة بيكون كالآتي: من حساب التصفية بجعل حساب التصفية مدين إلى حساب الأصول الثابتة بالتفصيل طبعا بالقيمة الدفترية، ويبقى كده أنا قفلت الأصول الثابتة، وكمان إلى حساب الأصول المتداولة برضو بالقيمة الدفترية اللي موجودة عندك الرصيد بتاعها، يبقى أنا كده قفلت بهذا القيد كل من أرصدة الأصول الثابتة وأرصدة الأصول المتداولة بالقيمة الدفترية. بنيجي في القيد الثاني، هذه الأصول اللي أنا قفلتها بيبقى مرتبط بيها مخصصات، سواء كان مخصصات الإهلاك لكل أصل من الأصول الثابتة أو مخصصات مرتبطة بالأصول المتداولة زي مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وزي مخصص الأجر. فبتيجي نقفل هذه المخصصات، هي معروفة إنها دائنة، فباجي أقفلها مدينة، يبقى من حساب المخصصات بالتفصيل إلى حساب التصفية. بنيجي في القيد الثالث والأخير اللي هو إثبات النقدية المحصلة من تسهيل هذه الأصول، لا إما بالبيع لا إما بالتحصيل وفقا للقيمة السوقية العادلة. في الحالة دي حساب النقدية بتاع الشركة هيسيب، يبقى من حساب النقدية بالقيمة المحصلة فعلا إلى حساب التصفية. دول الثلاث قيود الخاصين بالأصول الثابتة والأصول المتداولة. بنيجي بقى في إقفال حساب التصفية في حساب حملة الأسهم بفرض أن نتيجة التصفية ربح، يبقى من حساب التصفية لأنه كان نتيجته ربح دائم يبقى هجيبه مدين، وطبعا الربح ده هيتوزع إلى حملة الأسهم اللي هم مين؟ طبعا العادية. القيد اللي بعده باجي أقفل أرصدة حسابات حقوق الملكية في حساب حملة الأسهم. حقوق الملكية حساباتها رأس المال، أسهم عادية وأسهم ممتازة، وحساب الاحتياطيات وأرباح محتجزة. هذه الحسابات طبيعتها دائمة، لما أجي أقفل الأرصدة بتاعتها أخليها مدينة وأقول إلى حساب حملة الأسهم العادية وحملة الأسهم. بنيجي بقى في حالة وجود رصيد لحساب خسائر مرحلة بدلا من حساب الأرباح المحتجزة، فالقيد بيكون الخسائر المرحلة طبيعتها مدينة، فما اجي اقفلها اخليها دائنه، وبحملها على نوعين من حمله الاسهم. الاول بحملها على حمله الاسهم العاديه، وبعدين ما زاد عن
رصيد هذه الخسائر، يعني لو كانت الخسائر مثلا 1.5 مليون وحملت الأسهم العادية القيمة الإسمية للرأس مالهم 2 مليون، إذا في الحالة دي تحمل الخسائر العادية هي 1.5 مليون وكلها على حملة الأسهم العادية. أما لو كانت الخسائر المنحلة 2 مليون، يبقى أنا هقفل وأحمل حملة الأسهم العادية ب1.5 مليون في حدود القيمة الإسمية لهذه لأسهمهم، وبعدين الباقي هيبقى 500 أحملها على حملة الأسهم الممتازة. بنيجي بقى في سداد الخصوم والالتزامات حسب الأولويات السابق ذكرها. طبعا إحنا بعنا الأصول وحطينا النقدية المحصلة في حساب النقدية، وبالتالي سواء كان بقى نقدية بالبنك أو نقدية بالصندوق، وبالتالي هبدأ آخد بقى من النقدية لسداد الخصوم المختلفة وبالأولويات الآتية. رقم 1، هسدد الديون الممتازة بالتفصيل وأقول إلى حساب النقدية. القيد الثاني، سداد إيه كمان؟ سداد الديون المضمونة بأصول الشركة ككل إلى حساب النقدية. 3، سداد الديون العادية بالتفصيل زي ما ذكرناها إلى حساب النقدية. 4، بسدد بقى النقدية المتبقية لحملة الأسهم العادية وحملة الأسهم الممتازة. ونخلي بالنا إذا كان الدين مضمون بأصل معين فإن ترتيبه، ترتيب سداده يكون قبل سداد الديون الممتازة، يعني قبل رقم 1، ده إذا كان في عندنا دين مضمون بأصل معين. بنيجي بقى في بعد قيود اليومية بنشوف إيه هي حسابات التصفية. حسابات التصفية يقصد بها 3 حسابات، حساب النقدية وحساب حساب التصفية واحد، ده رقم 1، حساب النقدية ثم حساب حملة الأسهم سواء كان حملت أسهم عادية أو حملت ممتازة. بنيجي بقى بنشوف نموذج لحساب التصفية، بيبقى شكله أهو كالحرف T. بيجي في الجانب المدين بنحط الأصول الثابتة بالقيمة الدفترية والأصول المتداولة برضو بالقيمة الدفترية، وبعدين بنشوف بقى الخصوم اللي عندنا إذا كان تم لها تسوية. فلو حصل إن خصم زاد نتيجة تسوية معينة زي مثلا فاتورة شراء بالأجل غير مثبتة في الدفاتر، يبقى في الحالة دي هنيجي نسجلها بإن أنا هزود حساب الخصم أو الالتزام اللي هو حساب الدائنين، ويبقى القيد بتاعها من حساب التصفية إلى حساب الخصم أو الالتزام. وبعدين يبعل كمان أيضا مدين بمصاريف التصفية. وبنيجي بقى في الجانب الداني من حساب التصفية، بيمثل إيه بقى؟ القيمة الدفترية للمخصصات المختلفة في الجانب الداين أهي، وبعدين المحصل من بيع الأصول أو تسهيلها بالتحصيل فبيجي برضه في الطرف الدائن. وبعدين أما إذا كان الخصم أو الالتزام حصل فيه تسوية بإن أنا نقصته زي إيه مثلا؟ زي لو في عندي فاتورة شراء بالأجل قيدت مرتين، يبقى أصبح حساب الدائنين الرصيد بتاعه اللي موجود عندي في دفتر الأستاذ أكثر مما يجب، فباجي أنقصه بقيمة الفاتورة اللي أنا سجلتها مرتين، فأجي أنقصه بمبلغ الفاتورة، وفي الحالة دي يعتبر ربح في حساب التصفية. نتيجة حساب التصفية لو الناحية المدينة أو الناحية الداينة هيصفر لك عن إما يكون رصيد مرحل متماثل في ربح لو كان الجانب الداين أكبر، أو يكون رصيد خسارة لو كان الجانب المدين أكبر. بنيجي بقى في القيود الخاصة بمصروفات التصفية. أولا حساب مصروفات التصفية ده يعتبر حساب جديد ما كانش له رصيد في دفتر الأستاذ، وبالتالي مصروفات التصفية لازم أعمل لها قيدين. القيد الأولاني إن أنا أثبتها أولا من حساب مصروفات التصفية إلى نقدية بالبنك، وبعدين أقفل مصروفات التصفية، لأن المفروض من تصفية الشركة المساهمة إقفال جميع الحسابات، فمصروفات التصفية ده حساب يعتبر جديد زي ما فتحته مدين لازم أقفله دائن في حساب التصفية. وبالتالي القيدين بتوع مصروفات التصفية ايه اثرهم على حسابات التصفية اللي هو حساب التصفية والبنك، او زي ما هو واضح قدامك حساب التصفية يجعل مدين بمصاريف التصفية وحساب البنك بيجعل دائن بنفس المبلغ. بنيجي بعد كده في النموذج الخاص بحساب هيبقى زي ما هو واضح عندك، هيبدأ برصيد حساب النقدية اللي عندك
سواء كانت نقديه في الصندوق او نقديه في البنك، ده الرصيد الدفتري اللي موجود عندك دفتر الاستاذ هتحطه في الجانب المدين. وهنا طبعا حساب النقديه بصوره بثلاث خانات وليس على شكل حرف تي، ثلاث خانات مدين ودائن ثم الرصيد بعد كل عمليه. يبقى سجلت الرصيد المدفتري الاول حطيته في الجانب المدين، بعد كده بيجي لي المبلغ المحصل من بيع الاصول او التحصيل، فيبقى هذا المبلغ بيزود النقديه فيبقى برضه في الجانب المدين، ونجمع ده على الرصيد اللي قبلها يديني الرصيد اللي النهائي. يعني تاني مره تانية، يعني لو كان رصيد النقديه 500,000 يبقى الرصيد اهو في الحركه الاولانيه 500,000، وبعدين بيع الاصول جاب 2 مليون، يبقى ال 2 مليون مع ال 500,000 يبقى اصبح الرصيد بعد هذه العمليه 2 مليون و500,000. بنيجي بعد كده بنسدد رقم واحد ديون مرهونه باصل معين، دي هتبقى قبل سداد الديون الممتازه. يبقى حساب الاصل هو حسب نوعه، اذا كان بقى الالتزام دوت برهن المباني او برهن الاراضي او برهن الات، يبقى ده له الاولويه رقم واحد في السداد قبل الديون الممتازه. وبعدين اتنين بسدد الديون الممتازه حسب اللي موجود عندك. وبعدين من الاربع حاجات اللي احنا قلناها من الديون الممتازه، طبعا ممكن يجي لك في التمرين مش الاربعه، ممكن يجي لك منهم واحده او يجي لك منهم اتنين او يجي لك منهم ثلاثه. يعني بنيجي فيه بعد كده هنسدد ديون مرهونه على اصول الشركه ككل، بيجي ترتيب سدادها رقم ثلاثه، ثم سداد الديون العاديه، وبعد كده اللي احنا برضو ذكرناها بالتفصيل ايه هي. وبعدين اذا كان لسه في عندك مبلغ متبقي فهنسدده لحمله الاسهم. هنسدد لمين بقى؟ على حسب الرصيد المتبين في حساب حمله الاسهم. هنسدد النقديه اللي عندك على حسب الرصيد، هيبقى المستحق لحمله الاسهم الممتازه والمستحق لحمله الاسهم العاديه حسب ما تم ترصيده في حساب حمله. وبالتالي حساب حملة الأسهم برضه حساب حرف تي، باجي أفتحه بهذا الشكل، طرف مدين وطرف دائن. في الطرف المدين هنعمل خانة لمجموع وخانة أسهم عادية وأسهم ممتازة وبيان، في الطرف الدائن برضه مجموع وأسهم عادية وأسهم ممتازة وبيان. أول حاجة هنحط الرصيد بتاع حساب رأس مال الأسهم العادية والأسهم الممتازة والمجموع بتاعهم، وهنروح حاطين الاحتياطيات بالتفصيل اللي هي قبل التوزيع. وبعدين نشوف إذا كان في أرباح مرحلة أو خسائر مرحلة. لو في أرباح مرحلة يبقى هتتحط فقط وهتتوزع فقط على أسهم الأسهم العادية، ده في الأصل. أما لو كان بقى في عندك خسائر مرحلة فهيبقى في الناحية المدينة، هتحملها الأول على الأسهم العادية إذا كان مبلغها صغير. أما إذا كان مبلغها كبير فبحمله على حملة الأسهم العادية في حدود القيمة الإسمية لرأس مالهم، وما زاد من الخسائر المرحلة يتم تحميله على الأسهم الممتازة، وزي ما هيبان بعد كده في الأمثلة المحلولة. وبعدين بنيجي بعد كده بشوف نتيجة حساب التصفية سواء كان خسارة أو ربح. ربح هيكون في الجانب الدائن وهيتم توزيعه على الأسهم العادية فقط. وبعدين لو كان خسارة في حساب التصفية فبيتم تحميله على إيه برضه؟ جزء على الأسهم العادية حتى استنفاد ما لهم من حقوق سواء كانت برأس المال أو الاحتياطيات. وبعدين الباقي من الخسارة أحملها على الأسهم الممتازة. وبعدين بأرصد حساب حملة الأسهم المبالغ اللي هي حساب حملة الأسهم، يجب أن يكون الجانب الدائن أكبر من الجانب المدين، يبقى يعني معناه ان هما ليهم مبالغ، فيبقى في الحاله ديت هذه المبالغ هسددها من النقديه المتواجده في البنك، وهتلاقي هي نفس رصيد النقديه المتواجد، والمتبقي هو الذي يساعدني في سداد المستحق لحمله الاسهم العاديه وحمله الاسهم الممتازه. ده الاحتمال الاولاني لاغفال حساب حمله الاسهم. اما بقى في احتمال اخر لاغفال حساب حمله الاسهم، ان انا الاقي الجانبين متساويين، يعني أصبح حملة الأسهم سواء كانت عادية وممتازة ما لهم يتساوى تماما مع ما عليهم، وبالتالي بيكون حساب حملة الأسهم ليس له رصيد. بنيجي بقى في الأمثلة
عندك المثال رقم واحد في ما يلي قائمة المركز المالي إحدى الشركات المساهمة والمبالغ بالألف جنيه. الكلام ده كان في 30/6/2005، وخلي بالك المبالغ بالألف جنيه معناها إن كل مبلغ عندك في التمرين المفروض يكون بعديه في 3 أصفار، فأنا ما حطيتش 3 أصفار، فبالتالي 1600 دي معناها إيه؟ في الأرصدة المدينة أصول 6، 1600 دي معناها 1,600,000، لكن علشان ما تخليش الأصفار كتير فكتبنا فوق إن المبالغ بالألف جنيه، وتشتغل بنفس الأرقام اللي هي جات لك في التمرين. يبقى 1,600 أصول ثابتة أو طويلة الأجل، 600 نقدية بالصندوق والبنك، 650 أصول متداولة مختلفة، 200 خسائر مرحلة. بنيجي في أرصدة دائنة، 1,500 رأس المال بنسبة 2:1 بين أسهم عادية وأسهم ممتازة، 300 احتياطي قانوني، 400 خصوم متداولة مختلفة، 380 قرض طويل الأجل. براهن إيه بقى هنا؟ براهن آلات قيمتها الدفترية 475، وآخر حاجة 470 مخصصات مختلفة. ونخلي بالك دائما وأبدا تتأكد من إن مجموع الأرصدة المدينة مساوي تماما لمجموع الأرصدة الدائنة، علشان يبقى التمرين بتاعك بعد كده في الحل يبقى مظبوط. تتأكد تاني مرة أخرى وبركز عليها، تتأكد من إن مجموع الأرصدة المدينة يتساوى مع مجموع الأرصدة الدائنة. بيجي بقى قررت الشركة تصفية الشركة وفقا لما يلي: بلغت مصروفات التصفية 6، المحصل من بيع الأصول الثابتة وطويلة الأجل مبلغ 900، منها 300 آلات، والمحصل من الأصول المتداولة 400. بنيجي في الخصوم المتداولة، بدي لك فيها معلومة إنها تتضمن مبلغ 60 أجور مستحقة عن 3 شهور، ومبلغ 25 مستحق للخزانة العامة، والمطلوب هنا إعداد الحسابات اللازمة لتصفية الشركة. هتيجي بقى تصور الحسابات الثلاثة، أو حساب التصفية وحساب النقدية أو حساب البنك وحساب حملة الأسهم. يفضل زي ما أنا كاتب لك، يجب عليك إنك أنت تصور الحسابات الثلاثة معا، يعني الثلاث حسابات تروح فاتحهم وتبدأ تشتغل فيهم مع بعض، تمسك معلومة معلومة وتشوف تأثيرها على أي حساب من الحسابات الثلاثة. فلو هتيجي على الأصول الأصول المدينة، الحسابات المدينة بالتمرين عندك، أول رقم عندك الأصول الثابتة وطويلة الأجل 1,600، هتقفلها مدينة في الجانب حساب التصفية جانب مدينة، وبعدين هتقفل كمان الأصول المتداولة 650، وبعدين تاخد من المعلومات اللي هو قالها لك إن في مصروفات تصفية 6. يبقى دول الثلاثة في الحساب في الجانب المدينة حساب التصفية. بنيجي بقى في الجانب الدائم من حساب التصفية، هتاخد المخصصات المختلفة اللي هو رصيدها عندك في التمرين أرصدة دائنة، هتلاقي الرصيد بتاعها 470، وبعدين هتاخد المعلومة اللي بتقول لك المحصل من الأصول، المحصل من الأصول هتجمعه هيبقى عندك 1,300. آدي يا سيدي الجانب المدين والجانب الدائم من حساب التصفية. هتروح مرصد، نظرا لأن الجانب المدين من حساب التصفية مجموعه أكبر من الجانب الدائم، هيطلع عندك رصيد دائم، رصيد مرحل خسارة كمتمم حسابي ب486. هتروح نقله الناحية الثانية 486، يبقى إذن نتيجة حساب التصفية الشركة أصفر عن خسارة. هذه الخسارة مين اللي هتحملها في الأصل؟ يتحملها حملة الأسهم العادية. يبقى أنا كده قفلت في الناحية الثانية المبلغ 486 وحملته على حملة الأسهم العادية. كده بقى أنا خلصت من تصوير حساب التصفية. نيجي في حساب النقدية. حساب النقدية هيبدأ في الرصيد بتاع النقدية اللي هو ما عندك في الأرصدة المدينة اللي هو كان 600، يبقى هتروح بادئ بيه كده. وطبعا خلي بالك ان حساب النقدية هيبقى الحساب ده انا هصوره اللي هو بنقول عليه الشكل اللي هو ذو 3 خانات، مدين ودائن ورصيد بعد كل عملية، هيبقى ادي 600 والرصيد بقى 600. طيب المحصل من بيع الاصول كان 1,300، يبقى حطينا مع 600 يبقى اصبح المجموع 1,900. هنيجي بقى نسدد، هو قال لك ان في ديون براهن آلات، كويس، اللي هو قرض براهن طويل الاجل براهن هذه الالات. طيب لما كانت بتاعت هذه الالات جابت كام؟ جابت 300، يبقى اذا ال 300 دول لهم الاولويه في السداد، يبقى كاني بسدد القرض الطويل الاجل براهن الالات على دفعتين، اول دفعه بسددها منه اللي هي ال 300، هيتبقى منه قد ايه؟ الباقي بقى هيخش كديون عاديه. يبقى
هاخد الجزء الاولاني حسبت جزء من قرض طويل الاجل في حدود القيمه البيعيه للالات، ومالكش دعوه بالقيمه الدفتريه اللي انا مديها لك. القيمه الدفتريه دي nothing، ها ليس لها استخدام في الحل. انا بس كاتبها كده علشان يبقى الطالب فاهم. انا باخد في حدود القيمه البيعيه، انا بعت الالات ب 300، يبقى اذا ده اول جزء هسدده للقرض طويل الاجل ب 300. الباقي بقى بتاع القرض هعتبره من ضمن الديون العاديه زي ما هو موجود تحت الباقي بتاعه اللي هو 8، هيعتبر من الديون العاديه، يجي ترتيب سدادها في مع الديون العاديه تحت. هنيجي بعد ما هسدد ال 300 جزء من القرض، هيبقى عندك الرصيد النقديه المتواجده 1600. نبدا نسدد الديون الممتازه. الديون الممتازه هنا في التمويل بتاعك في ثلاث حاجات. اول حاجه مصاريف التصفيه اللي هو مديهالك في المعلومه ب 6، اما تشيل ال 6 من 1600 هيبقى باقي عندك نقديه 1594. هتيجي تسدد بعد كده انشط حق الخزانه العامه اللي هو 25، هيبقى الباقي بعد كده في النقديه 1569. وبعد كده هنسدد الاجور المستحقه زي ما قال لك برضو اللي هي عباره عن 60، يبقى اصبحت النقديه الباقيه بقى عندك 1509. هنسدد بقى ما هو بنطلق عليه ديون عاديه، اللي هو ايه بقى الديون العاديه في التمرين بتاعك؟ الجزء الباقي من قرض طويل الاجل اللي هو 80، فمن شيل ال 80 من 1509 هيبقى 1429 النقديه المتبقيه. هسدد الخصوم المتداوله اللي هي الباقيه من الخصوم المتداوله، هتلاقي ان هي 315. طيب 315 ليه بقى قلنا الباقيه من الخصوم المتداوله؟ لانك انت سددت المستحق للخزانه العامه 25 والمستحق الاجور المستحقه اللي هو 60، يعني سددت 25 و60، يعني سددت 85. ال 85 دول دخلتهم ضمن الديون الممتازه، لكن هم كانوا اساسا كانوا جوه الديون المتداوله. الخصوم المتداوله اقل من سنه. اقل من سنه، يبقى في الحاله ده هي كانك سددت من الخصوم المتداوله ال 85، يبقى نقصت اصبح بقى المتبقي فيها كام؟ متبقي 315. وبالتالي هنسددها، يبقى عندك النقديه المتبقيه 1114. هنيجي بقى المبلغ المتبقي ده اللي هو 1114 ده المفروض يتساوى مع باقي المستحق لحملة الأسهم سواء كان عادية أو ممتازة. فالجزء الأخير بقى قد إيه منه هنسدده لحملة الأسهم العادية وقد إيه منه هنسدده لحملة الأسهم الممتازة، دي هناخدها من حساب حملة الأسهم بعد ترصيده كما هو باين في حساب حملة الأسهم رقم 3. لما تيجي تصور حساب حملة الأسهم طرف مدين وطرف دائن، هيبقى برضه طرف المدين في ثلاث خانات، مجموع واسهم عاديه واسهم ممتازه بيان، وبعدين مجموع واسهم عاديه واسهم ممتازه بيان في الطرف الدائن. هنيجي نحط راس المال بين الاسهم العاديه والاسهم الممتازه، هنقفل هذا الرصيد بنسبه 2 الى 1، هو كان 1500 بنسبه 2 الى 1، يبقى الاسهم العاديه 1000 والاسهم الممتازه 500. ادي المجموع 1500، يبقى ده كده قفلت ارصده راس المال. هنيجي نقفل الاحتياط القانوني. الاحتياط القانوني ده احتياطي تم تكوينه قبل التوزيع على المساهمين، يبقى في الحاله ديت يجب توزيعه على كل من حمله الاسهم العاديه وحمله الاسهم الممتازه بنسبه برضه راس المال 2 الى 1. فكان مبلغ الاحتياط القانوني 300، هنوزعه بنسبه 2 الى 1، يبقى 2 اسهم عاديه والاسهم الممتازه 1، يعني ده 200 وهنا 100. هنقفل جانب المدين من حساب حمله الاسهم. في عندك رصيد للخسائر المرحلة أنا مديهولك في الأرصدة المدينة ب 200، فهلاقي هحمل وهوزع ال 200 على مين؟ على الأسهم العادية فقط لا غير، لأنه ده يعتبر مبلغ صغير من الخسائر المرحلة، وإن الأسهم الممتازة كان ليهم قيمة إسمية في رأس المال في حدود 1000. يبقى في الحالة دهيت هنلاقي يبقى ال 200 اللي هي الخسائر المرحلة يجب تحملها كلها على الأسهم العادية. أدي أول نقطة. هنيجي بعد كده خسارة تصفية من حساب التصفية اللي إحنا قلنا عليها 486، هنقفله برضه في حساب الحملة ونحمله على حملة الأسهم العادية فقط برضه. ليه؟ لأن لسه الأسهم العادية ليها 1000، ف
رأس المال وليها 200 في الاحتياطي، يعني مجموع المستحق اليوم ها 1 و200، 1200. استخدمنا منهم 200 خسائر مرحلة، وهنستخدم منهم كمان الخسارة، يجب هم تحملها الخسارة بس كلها 4 8 6، وفي الآخر هيبقى ليهم كام الأسهم العادية من المستحق ليهم 1200، هيبقى ليهم 5 1 4. هتيجي في الأسهم الممتازة، كان ليهم 500 وكان ليهم 100، يعني 600، وما تحملوش بأي حاجة لا في الخسائر ولا في خسارة التصفية، وبالتالي يبقى مستحق ليهم 600 كاملة. لو انت تجمع ال 514 وال 600 هتلاقي مجموعها 1 1 1، اللي هو المبلغ المتبقي في النقدية، في حساب النقدية، وبالتالي هيتم إقفال حساب حملة الأسهم بهذه الأرصدة مع حساب النقدية كما يلي. يبقى من حساب حملة الأسهم العادية ب 514، ومن حساب حملة الأسهم الممتازة 600، إلى حساب النقدية بالبنك بمبلغ 1 1 1 4. وكده يبقى قفلنا حساب حملة الأسهم مع حساب النقدية بالبنك. وطبعا بعد كده كاتب لك أنا نفس الكلام اللي أنا قلته دوت كملاحظات على الحل، فممكن أنت تقراها. وطبعا أنا نسيت أقول لك إن يجب أن يكون الطالب أمامه الكتاب، علشان لو في أي حاجة ممكن يفتح الكتاب ويقراها من الكتاب. يبقى ده أدي يا سيدي الملاحظات اللي أنا شرحتها أثناء الحل، مكونة من ألف وب وج وديل. لو قريتها هتلاقي نفس الكلام اللي أنا قلته مكتوب قدامك. نيجي بقى في ثانيا، قيود اليومية اللازمة لتصفية الشركة إذا طلب منك ذلك. لكن ممكن يجي لك التمرين فقط تصوير حسابات التصفية الثلاثة، وممكن يجي واحد يقول إيه يعني ممكن يجي تصوير حسابات قيود يومية؟ لا، ده هيبقى تمرين طويل عليك، لكن هو ممكن يجي حاجة منهم فقط لا غير. فأنت هتشوف بقى قيود اليومية زي ما سبق شرحها، هتلاقيها هي موجودة عندك اهي. هنيجي في الآخر أهو، آخر قيد عندك في القيود اليومية إنك قفلت حملة الأسهم مع حساب النقدية، من حساب حملة الأسهم العادية 514 ومن حساب حملة الأسهم 600 إلى حساب النقدية 1 1 1 4. كده يبقى هذا التمرين ومعاه القيود اليومية، القيود اليومية اللي كانت إذا طلب منا ذلك. نيجي بقى في مثال رقم 2، افتح الكتاب عندك في صفحة 399، وهتلاقي المثال بقى قدامك محلول. هتبص هتلاقي الحل بتاعه تصوير الثلاث حسابات 400 في صفحة 400 وصفحة 401، وبرضه موجود قيود اليومية، وبرضه تذاكرها وتشوفها مكتوبة ازاي. وبعدين كاتب لك أنا برضه ملاحظات على الحل. ويخلي دايما ان لما تيجي تشوف حمله الاسهم ها تبدا بحمله الاسهم العاديه ثم حمله الاسهم الممتازه. طبعا هنا كان هتوزع الاحتياط القانوني على حمله الاسهم العاديه وحمله الاسهم الممتازه بنسبه 3:2. يعني ايه 3:2؟ يعني مجموع 5، يبقى 3 على 5 حمله الاسهم العاديه و2 على 5 حمله الاسهم الممتازه. الملحوظه الثانيه في هذا التمرين ان الخسائر المرحله هتوزعها ازاي؟ ايوه، هنوزع الاول على حمله الاسهم العاديه وبقية الخسارة في حدود القيمة الإسمية لرأس مالهم، وما زاد من الخسارة يتم تحملها على حملة الأسهم الممتازة. وبعدين هنبص هنلاقي بعد كده سداد مصاريف التصفية، هيتم سداد مصاريف التصفية من حساب النقدية، وهيتبقى مبلغ 4880، وهو أقل من المستحق للديون العادية والمتمثلة في الخصوم المتداولة وقرض السندات والبالغ 4100، هيبقى 4100 و2000 على التوالي، وبالتالي هيتم سداد رصيد النقدية وقدره 4880 مع إثبات 1220 يعتبر تنازل إجباري أو ربح ورقي من قبل أصحاب الديون العادية، وهذا المبلغ سوف يتم إثباته في حساب التصفية اللي هو مبلغ 1220. ولو أنت بصيت في حساب التصفية هتلاقي مكتوب في الجانب الداخلي من حساب التصفية على اعتبار انه تنازل اجباري بعتبره ربح ورقي في حساب التصفية. بعد كده بقى في الحساب رصيد التصفية بقدر 1600 واحمله على حملة الاسهم، واما اجي احمله على حملة الاسهم ويكون في ضوء
ضوء الأرصدة المتبقية لهم، والتي من المؤكد إنها 1.6، وهو دليل صحة كذا. يجي في مثال رقم 3. مثال رقم 3 مدي لك إيه بقى؟ أرصدة مدينة وأرصدة دينة، بس كتب لك فوق إن هذه الأرصدة لشركة مساهمة تحت التصفية. معني إيه تحت التصفية؟ إن في خطوات من التصفية تم إثباتها في الحسابات، وبعد كده طالب منك تكملة إقفال حسابات التصفية، ومدي لك الأرصدة اللي هو الأخيرة. ففي عندك رصيد النقدية ب 2400، وفي عندك حساب التصفية 3300. الحسابات دي أساسا هي الباقية بعد يبقى أنت فتحتها واشتغلت عليها، والوضع بتاعها دلوقتي إن حساب النقدية مفتوح برصيد 2400، وحساب التصفية مفتوح مدين ب 3300، مدين بمعناه خسارة. الأرصدة الداينة هيبقى حساب رأس المال 4500، أسهم ممتازة 2,000,000، والأسهم العادية 2,500، وبعدين في دائنون وفي أوراق الدفع. إذا علمت بلغت مصروفات التصفية عن الشهر الأخير من التصفية 7,000 جنيه، يبقى المطلوب تصوير حسابات التصفية الثلاثة اللي هي حساب التصفية هبدأ بالرصيد المنقول اللي هو موجود عندك 3,300، وهتاخد اللي هي السبعة اللي هي آخر شهر من مصاريف التصفية، هيبقى المجموع المدين 3,307. هتيجي بقى تشوف 3,307 أصبح دي الخسارة بتاعة التصفية، هنيجي نحملها على حملة الأسهم العادية وحملة الأسهم الممتازة. هنحملها على حملة الأسهم العادية في حدود 2,500 ما لهم في رأس المال، وفي حدود والأسهم الممتازة هتتحمل باقي الخسارة اللي هو 807، والمبالغ هي في ضوء ما هو موجود في حملة الأسهم. نيجي في حساب النقدية. حساب النقدية هيبدأ برصيد 2,400 اللي هو موجود عندك رصيد منقول. هنيجي نسدد ديون ممتازة اللي هي 7، هيتبقى 2,393. بعد كده هنسدد الديون العادية اللي هي متمثلة عندك في دائنون ب 800، هيبقى باقي 1,593. هتسدد أوراق الدفع اللي هي 400، هيتبقى 1,193. في الآخر هيتبقى عندك 1,193 هتدفعهم لحملة الأسهم الممتازة فقط، لأن حملة الأسهم العادية كل ما لهم تم استنفاده كخسائر، وبالتالي يبقى المبلغ المتبقي لحملة الأسهم الممتازة هو اللي هيكون موجود في النقدية، هتروح واخد هذا المبلغ وتسدده لحملة الأسهم الممتازة. زي ما هو واضح دلوقتي حساب حملة الأسهم هيبقى عندك 2,500 أسهم عادية وأسهم ممتازة 2,000، وبعدين ده في الجانب الدائن. حملت بقى إيه؟ حملت 2,500 اللي كان ما للأسهم العادية، خلاص استخدمتها وإنت بتوزع عليهم خسارة التصفية. بقية التصفية خسارة 807 هتتحمل على الأسهم الممتازة. هنيجي بعد كده أما تيجي تحصل حساب حملة الأسهم، هيبقى الأسهم العادية الرصيد ما لهم استنفذ تماما، ويبقى الأسهم العادية كان ليهم 2,000 استنفذ منهم 807، يبقى باقي ليهم 1,193 اللي هو النقدية المتبقية في حساب النقدية، وبالتالي هيتم سداد هذا المبلغ من حساب النقدية لحملة الأسهم الممتازة فقط. كده يبقى خلصنا الأمثلة المحلولة.